السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد وشرح جديد. اليوم خوتي غنهضروا على طريقة تنزيل تطبيق داونلودر. هذا التطبيق خوتي فهو جد مهم وخص ضروري يكون عندك في الجهاز ديالك. لو عندك أصدقاء انت تلفاز كيحمل نظام أندرويد أو نظام جوجل تي في او عندك تي في بوكس او عندك خوتي ستيك تي في، فضروري خصك تنزل هذا التطبيق هذا. علاش خوتي؟ فهاد التطبيق فهو كيمكننا باش ننزلو العديد من التطبيقات الخارجيه، وبالاخص خوتي اللي ما كتواجدش على البلاي ستور. فان شاء الله خوتي غندوزو حنايكم للتلفاز ديالنا ونريكم طريقه تنزيل هذا التطبيق هذا. ولكن قبل ما تنساش دير معك واحد اللايك، الا ما كنتش مشترك شارك في القناه في عز الجرس باش دائما توصل بالجديد. اصدقائي نمشيو حنايكم للشرح. اصدقائي اهلا وسهلا بكم. فاول حاجه غنديرها غنوقفوا اصدقائي عليهم، من بعد غنمشيو لجوجل بلاي. هنا خوتي الجوجل بلاي ستور، من بعد خوتي غنمشيو لمكان البحث ديالنا هنايا، نضغطوا على الزر ديال اوكي. من بعد خوتي غنكتبوا الاحرف دي او، موراها نزيدوا دبليو في. من غنكتبوا اصدقائي ثلاثه الحروف الاولى من التطبيق ديالنا فهو غيظهر معنا، ها هو اصدقائي التطبيق داونلودر. من بعد غنجيو نديرو هنايا شاش. فهذا هو التطبيق ديالنا، فهو جد مهم اصدقائي كما قلت لكم. فبهذا التطبيق تقدر تنزل العديد من التطبيقات، وبالاخص اللي ما كتواجدش على البلاي ستور. نضغطوا على زر ديال اوكي. من بعد خوتي غنجيو هنايا نديرو انستالي، نضغطوا على زر اوكي. فكما قلت لكم فهاد التطبيق كيشتغل على جميع الانظمه ديال الاندرويد، الا كان عندك تلفاز او تي في بوك او ستيك تي في، وكذلك اصدقائي على الشاشات الجديده واللي خرجت بنظام جوجل تي في. من بعد اصدقائي ما تم تحميل التطبيق والتثبيت ديالو فغنخرجو. فغنمشيو اصدقائي للاعدادات هنايا، غنمشيو للبارامتر، فغتجي لهذا الزر هذا، غتلقى بارامتر الاعدادات ونضغطو على زر اوكي. من بعد خوتي غنجيو لهنايا بريفيرونس غولاتيف الاباري، ونضغطو على زر اوكي. من بعد خوتي غنهبطو هنايا حتى نلقاو سيكوريتي هنا اصدقائي، لهذا الزر هذا ديال القفل، ونضغطو على زر اوكي. غنجيو لسورس انكوني، ونضغطو على زر اوكي. وغنجيو اصدقائي هنا للتطبيق الداونلودر، ونعطيوه الصلاحيه باش يزلنا التطبيقات الخارجيه كما شفتوا معايا. حنا درنا له اوتوريزي. من بعد خوتي نخرجوا منها، نمشيو للابليكاسيون هنا خوتي. هيا غنمشيو للابليكاسيون هنا ونهبطوا ونجيو للتطبيق ديالنا الداونلودر، ها هو، ونديروا له اوفري، نفتحوه. من بعد ما فتحناه غدير اوتوريزي هنا خوتي، غدير اوكي. فهاد التطبيق كما قلت لكم فهو عباره عن متصفح. فمثلا اصدقائي غنجيو هنا للهوم، من بعد غنجيو لهنايا خوتي، غنجيو هنا الشاش. فهنا غنكتبوا ارقام، فهاد الارقام خوتي كدينا اختصارات ديال المواقع. مثلا هاد الكود هذا خوتي اللي غندخلو دابايا، اللي هو 2 9 8 3 4 4. من بعد نهبط هنا، حيدوا الطابلو، من بعد هبطوا هنا لجو، نديروا اوكي، ننتظر قليلا. فغيدينا اصدقائي لواحد الموقع او متجر فغلقاو فيه العديد من التطبيقات، وبالاخص اصدقائي التطبيقات كما قلت لكم الخارجيه. ننتظر كما شفتوا معنا، فهذا هو المتجر، فهذا فيه العديد من التطبيقات الخارجيه كما كتشاهدوا معايا سمارت. هاهو اصدقائي سمارت برو، اي بي تي في سمارترز. فهذه من اهم الخاصيات اللي فيه. وكذلك اصدقائي نقدروا نشغلوا جوجل كروم على هذا المتصفح هذا. فغنجيو هنايا البراوسر هنا خوتي، نضغطوا على زر اوكي. من بعد خوتي غنجيو لهنايا للبحث، نديروا زر اوكي، نمحيو لادريس، ونكتبوا اصدقائي جوجل ونزيدو نديرو بوان كوم او ام. نجيو هنا اصدقائي ونديرو اوكي، فغي تفتح معنا اصدقائي جوجل كروم كما كتشاهدو معنا. وكذلك هنا اصدقائي غنجيو هنا للبحث، ونكتبو اي تطبيق بغينا.
أصدقائي فضروري تنزل هذا التطبيق هذا، فهو مهم وخص تخليه عندك لأنه يقدر أصدقائي يتحذف من متجر بلاي ستور. خوت وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، منساش دير معاك واحد اللايك، إلا ما كنتش مشترك شارك في القناة وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. كان معكم خوكم رضوان من قناة المعلم المحترف، تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد وشروحات أخرى إن شاء الله في المستقبل.